تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، انطلقت فعاليات المؤتمر الأول للمجلس البلدي تحت عنوان البلدي عراقة المسيرة وشراكة التنمية. ويهدف المؤتمر إلى تأسيس فكر مختلف وجديد للعمل البلدي من خلال توضيد العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ودعم تنفيذ المشاريع الحيوية. اليوم شرفنا سمو رئيس مجلس الوزراء بحضوره ورعايته للمؤتمر الأول للمجلس البلدي. هو خطوة مستحقة في اتجاهها الصحيح بأن يتم التعريف بأنشطة واختصاصات والمهام التي يقوم فيها المجلس البلدي الذي يعني عمره يناهز 90 عام. فنمد يد التعاون للجميع بهذه الأطروحات الموجودة، وكللناها كذلك بمشروع مدينة كاظمة يعني مولود جديد لهذا المؤتمر، نتمنى أن يعني يرى النور قريبا بالتوافق ما بين جميع الجهات. أعتقد المجلس البلدي يستحق أن يسلط عليه الضوء أكثر من ما هو مسلط الآن، كونه ركن أساسي من أركان التنمية في البلاد. نرى بأن أهميته في إظهار تاريخ المجلس البلدي وأهميته في الحاضر والماضي خلال تقريبا 90 سنة الماضية، ودور الآباء والأجداد في تنمية البلد وأصحاب القرار أيضا في وضع الخطط لتطوير الكويت من بداياتها بالثلاثينات. وأيضا شق الثاني يتعلق في التنمية، شراكة التنمية اللي نعتقد هي المشاريع المستقبلية أيضا في الدولة، والتنمية المستقبلية اللي الكل منتظرها ويرجو أن يشوفها مطبقة على أرض الواقع.